إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن درس من دروس النحو هو الفعل المبني للمجهول. في البداية كده عايز أعرف يعني إيه كلمة المجهول. لو أنا جيت كده في البداية قلت لك كتب الطالب الدرس، لو بصينا كده مع بعض هنلاقي الجملة اللي قدامنا جملة فعلية بدأت بالفعل كتب. تمام؟ طب مين اللي كتب؟ الطالب. فانا عندي هنا الطالب فعل، الفعل عندي موجود؟ اه موجود. بنسمي الفعل كتب هنا مبني للمعلوم. يعني ايه مبني للمعلوم؟ يعني انت عندك علم بالفعل والفعل موجود قدامك. طب بص كده معايا، لو انا جيت قلت الطالبة تذاكر دروس، لو بصينا كده مع بعض هنلاقي ان الفعل تذاكر الفعل بتاعه الضمير مستتر تقديره هي عائد على الطالب. خد بالك ان الفاعل معلوم ضمير مستتر تقديره هي عائد على الطالب، يبقى الفعل عندي هنا تذاكر مبني للمعلوم. طيب لو قلت شرحت الدرس، لو بصينا برضه هنلاقي الفعل شرحه وعندك التاء هنا تاء الفاعل. تمام؟ فانا عندي هنا الفاعل كمان، التاء هنعربها ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، فانا عندي هنا كمان الفاعل معلوم وموجود، فانا عندي هنا الفعل مبني للمعنى. طيب يبقى انا دلوقتي شفت صور الفعل. لو انا عندي الفعل في الجملة، الفاعل بتاعه موجود، الفاعل ده ممكن يكون اسم ظاهر، ممكن يكون ضمير متصل زي شرحته ده الفاعل، ممكن يكون ضمير مستتر، بس انت عندك في الثلاث حالات دول الفعل معلوم، يبقى في الحالة دي الفعل مبني للمعلوم. طيب لو انا جيت قلت لك شرح المعلم الدرس، احنا اتفقنا مع بعض عيني على الفاعل، كلمة المعلم فاعل، يبقى الفعل ده مبني للمعلوم، صح الكلام؟ لأن الفاعل معلوم. تعالوا كده مع بعض نشيل الفعل نحذفه وأمسك الفعل شرح وهعمل فيه تغيير، هقول شرح، أنا غيرت الضبط، أنا عملت إيه؟ قال أنا ضبيت الحرف الأول وكسرت ما قبل آخره، وبعدين انا حذفت الفعل. طيب هل ينفع الجمله الفعليه تكون من غير فعل؟ قال ما ينفعش، ده من الاركان الاساسيه، لازم فعل وفاعل. طب اهرب من المشكله دي ازاي؟ قال لك روح للمفعول به، قول لو سمحت تعالى لي كده، هاخدك تكون نائب عن الفعل. فهحط هنا الدرس. عارفين لما يكون عندنا شركه؟ الشركه ليها مدير، المدير سافر، هنجيب النائب عنه يحل محله. ده اللي حصل بالظبط. انا جبت المفعول به هيكون في محل الفاعل وهنسميه نائب فاعل. طيب اعرابه هيكون ازاي؟ انا هحط هنا ضمه. ليه حط الضمه؟ انا لان ده نائب فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه، يعني نفس حالات اعراب الفعل بالظبط. تمام؟ واحنا قلنا هيجوب عنه يعني هيكون زي في حالات الرفع. طيب يبقى انا كده عرفت ان الفعل المبني للمجهول معناه ان الفعل مجهول مش موجود قدامي في الجمله. تمام؟ طيب ايه اللي هيحصل؟ هاخد المفعول به ويبقى نائب عنه. يبقى بعد الفعل المبني المجهول انا بعرف ايه؟ بعرف نائب فعل. طيب انت عندك الفعل بينقسم الى ماضي، وعندي فعل مضارع، وعندي فعل امر. لما نيجي نشتغل على المبني المجهول انا هشتغل ماضي وهشتغل مضارع، مش هشتغل امر وهقول لك في الاخر. خلينا نبدا الاول بفعل ماضي. الفعل الماضي المبني للمجهول. فاكرين التقسيمه اللي كنا قسمناها قبل كده؟ الفعل قسمناه لثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي. اول حاجه عندك لو عندك الفعل الماضي ثلاثي يعني ثلاث حروف او رباعي اربع حروف، تعالوا نشوف التغيير اللي هيحصل. لما اجي اقول كده كتب
دي اول خطوه. طيب الخطوه اللي بعد كده همسك الفعل هقول كتب اهي وخد المفعول به ده اكتبه لي هنا. تمام؟ تعالى بقى نشكل. احنا قلنا هننطق كده مع بعض كتباء. طيب كتباء الدرس، انا عندي الدرس ده ايه؟ نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. ايه التغيير اللي حصل قدامي؟ هتبص تلاقي ان انا ضميت الاول وكسرت ما قبل اخره. طيب تعالى نشوف الفعل الرباعي. لو قلت اكرم محمد ضيفه، لو بصينا كده مع بعض زي ما اتفقنا عندنا على مين؟ على الفاعل. مين اللي اكرم محمد؟ يبقى محمد الفاعل. قال لي اول حاجه اعملها هطلعه بره الجمله خالص. تمام. وبعدين هاخد الفعل بتاعي اللي هو اكرم وبعدين هجيب ما تنساش المفعول به يبقى نائب الفاعل. بس خد بالك ان الهاء هنا عايده على مين؟ على محمد. يبقى هنحول الهاء دي لالف ولام. هقول ال ضيفه. طب هاجي بقى هنا عند الفعل، تعالى كده ننطق مع بعض هقول ايه؟ اكرم الضيف. طب الضيف دي عارفها ايه؟ قال لي هتعرف نائب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضم. خلاص؟ طيب لو بصينا كده مع بعض، بص كده على الرباعي انا عملت ايه؟ ضمت الاول وكسرت ما قبل الاخر. طب الثلاثي عملت ايه؟ ضمت الاول وكسرت ما قبل الاخر. احنا هنا عندنا في حاله الفعل الماضي الثلاثي او الرباعي قاعدتي بتقول ضم الاول والكسر ما قبل اخر. تمام؟ طيب ده بالنسبه للثلاثي والرباعي. نروح كده مع بعض نشوف لو الفعل عندي خمس حروف او ست حروف. لو قلت كده جمله زي اكتشف العلماء ال آثار. أول خطوة اتفقنا هنعمل إيه؟ عيني على الفعل اكتشف. مين اللي اكتشف؟ العلماء. يبقى العلماء الفاعل. تمام؟ أول خطوة شيل الفعل بره، حذفت الفعل، هاجي بعد كده أمسك الفعل اكتشف هكتبه زي ما هو أهو، وبعدين هجيب المفعول به هقول الآثار قبل ما تسيبه حط لي ضم عشان تعرف المرفوع. ارجع بقى للفعل. تعالوا كده ننطق مع بعض. يلا بينا. تعالوا ننطق. او كي تو شيفا الاثار. بصوا انا عملت ايه؟ انا حطيت ضم على الحرف الاول والحرف الثالث وكسرت ما قبل اخره. بس على فكره يمشي حاجه مش مظبوطه في الجمله. ما ينفعش اقول اكتشف الاثار، لازم احط لها تاء التانيث، اقول اكتشفت الاثار. سيبها في الاخر عشان ما تحطش الكسره تحت الفاء، تحط الكسره الاول تحت اساس الفعل اللي هو الفاء قبلها الشين وبعد كده احط الزياده التاء للاصل. يبقى اكتشف الاثر. طيب لو انا عندي فعل ست حروف زي مثلا استخرج المهندس البترول. لو بصينا كده مع بعض هنلاقي ان انا عندي هنا الفعل استخرج، لو عديناها هنلاقي 1 2 3 4 5 6 يبقى ده سداسي. طيب مين اللي استخرج؟ المهندس. ادي الفاعل عيني عليه، هعمل اول خطوه طلعه بره. طيب وبعدين همسك الفعل اكتبه كده وبعدين اكتب جنبه نائب الفعل اللي هو البترول قبل ما نسيبه. اتفقنا هنعمل ايه؟ هروح حاطط الضم. هاجي بقى هنا استخرج دي هعمل ايه؟ هضم الاول. تعالى ننطق القسطو خريج البترول. انا عملت ايه؟ نفس الحكايه، ضميت الاول والثالث وكسرت ما قبل اخر. تمام؟ طيب يبقى انا كده عرفت قاعده كمان الرباعي والخماسي. لو الفعل عندي الخماسي قصدي بس ثلاثي، لو الفعل عندي خمس حروف او فعل سداسي ست حروف بنعمل ايه؟ قال لي بنضم الاول، بنضم الحرف الاول والحرف الثالث وكسر ما قبل اخر. تمام؟ طيب تاني لو انا عندي فعل ماضي بقسمه لجزئين ثلاثي رباعي بضم الاول وبكسر ما قبل الاخر، لو خماسي سداسي بضم الاول والثالث بكسر ما قبل الاخر، ما تنساش اللي بعده ما الفاعل مرفوع. طيب بص كده معايا على الفعل الماضي في حاجه مختلفه شويه عن اللي قلناه ناخد بالنا منها. لو انا جبت لك كده جمله قلت لك طال الرجل
قال تبني المعلوم ليه؟ انا عارف الفاعل اللي هو الرجل. قال طب انا عايز ابني المجهول اعمل ايه؟ اول خطوه هنعمل ايه؟ هنطلع الفعل بره. طيب هقول ايه بقى؟ هقول قال الحق. لما نيجي نبني الفعل قال للمجهول بقول قيل. انا عملت ايه؟ قلبت الالف لياء وحطيت قبلها كسر. طيب وبعدين الحق باثناء الفعل يبقى الحق. يبقى انا عندي هنا كلمه الحق هتبقى نائب فاعل مرفوع على الرفضه. يبقى لو انا عندي فعل ثلاثي وسط حرف العله الالف بعمل فيه ايه؟ بقلبه لياء. يعني انا لو عندي فعل زي باع لما اجي ابني المجهول هيبقى ايه؟ بيع. حط لي قبل كسر ساق هيبقى ايه؟ سيقا قبل كسر. تمام؟ طيب وهكذا. حاجة تانية، لو أنت عندك الفعل الماضي أربع حروف زي جاهد الرجل المبارا. هبص كده معايا، الفعل جاهد الرجل فاعل يبقى الفعل مبني للمعلوم. عايز أبني المجهول هطلع الأول الرجل بره، وبعدين تعالوا بقى نكتب. هقول إيه؟ شو هيدا المباراة نائب فاعل ادي ضم. طب بص كده معايا عملت ايه؟ كسرت ضميت الاول وكسرت ما قبل اخره. اه بس خد بالك ان كان في الف صح؟ الالف دي لما ضميت الحرف الاولاني اتقلبت لواء. ناخد بالنا من الجزئيه دي. يعني لو انا عندي الفعل اربع حروف الحرف الثاني منه الف هتقلبها لي واء. فهقول شهد المباراه ما ينفعش. هقول شهدت المباراه. تمام؟ عندي المباراة هنا نكتب. يبقى انا عندي كده حالتين اتفقنا عليهم. لو عندك الفعل ثلاثي وسط حرف علة الف هيتقلب ياء يبقى قال قيل. طب لو عندي فعل رباعي تاني حرف منه الالف تقلبه لي واء عشان يناسب الضم الاول. تمام؟ ده بالنسبة للفعل الماضي. تعالى كده نطبق عليه. لو بصينا كده مع بعض على الجدول اللي قدامنا بيقول لي في المثال الاول كتب محمد الدرس. الفعل طبعا عندي هنا مبني للمعلوم، ليه؟ لان انا عندي هنا فاعل، الفاعل هنا مين؟ محمد. طالما الفاعل موجود يبقى الفعل مبني للمعلوم. تعالوا نبني المجهول، هنقول ايه؟ هنقول كتب الدرس. ايه اللي حصل؟ اضم الاول واكسر ما قبل الاخر، عندك الدرس هنا نائب عن الفاعل. طيب المثال اللي بعده بيقول لي باع الفلاح القط، دي الحاله اللي لسه كنا بنتكلم فيها. لو بصينا مع بعض هنلاقي الفعل باع بعد الفلاح، فلاح فاعل يبقى الفعل مبني للمعلوم. ادي فلاح الفاعل. تعالى نبني المجهول هقول زي قال قيل يبقى باع بيع القط، والقط عندي نائب فاعل مرفوع عليه مرفع الضم. المثال اللي بعده اكرم الاب الضيف. لو بصينا كده مع بعض هنلاقي ان عندي هنا الفعل هو اكرم وعندي الاب الفاعل وعندي طبعا الضيف مفعول به. لو بصينا مع بعض هنلاقي ان فعل اكرم كم حرف؟ اربعه. وانا اتفقت معاك الرباعي لما نيجي نبني للمجهول بنعمل ايه؟ بنضم الاول ونكسر ما قبل اخره. طبعا هحذف الاول كلمه الاب اللي هو الفاعل وهيبقى الجمله عندي اكرم الضيف. تمام؟ طيب لو بصينا كده بعد كده هنلاقي المثال اللي بعده بيقول لي اكتشف الرجل الامر. عندي فعل مبني للمعلوم لان الفاعل موجود الرجل وبعدين عندي الامر مفعول به. ادي الفعل وادي الفعل. عايزه ابني الفعل ليه المجهول. اول خطوه اتفقنا عليها هشيل الفعل وبعدين هقول الفعل هنا خماسي يبقى هضم الاول والثالث واكسر ما قبل اخره. اكتشف الامر والامر هتبقى طبعا نائب عن الفعل. تمام؟ الاول والثالث وكسر ما قبل اخره والامر نائب عن الفعل. طيب لو بصينا كده مع بعض المثال الاخير في الجزء الماضي بيقول لي شاهد الطفل المباراه. الفعل هنا مبني للمعلوم لان انا عندي فاعل الطفل وعندي المباراه مفعول بيها. طيب ادي الفعل والفعل. عايز ابني المجهول هعمل ايه؟ اول حاجه اشيل الفاعل اللي هو الطفل وبعدين قال لي بعد ما اشيل الفاعل هاخد الفعل وبعد كده هاخد المفعول بيه هيبقى نائب عن الفاعل وهنضم الاول ونكسر ما قبل اخره. الفعل عندك هنا اربع حروف قلنا هنضم الشين يبقى الالف هتتقلب لواو فهقول شهدت المباراه. تمام كده؟ ده بالنسبه للجزء اللي يخص الفعل الماضي. طيب لو عايزين نتكلم عن الفعل
المضارع، وده اسهل لانه حاله واحده بعد شروط الفعل. المضارع المبني للمجهول. الف الفعل المضارع بمنتهى البساطه، انا هعمل الاول مثلا لو قلت يشرح المعلم الدرس. تعالى شوف الفعل هنا معايا، الفعل يشرح مبني للمعلوم ولا للمجهول؟ انا عندي المعلم فاعل وعندي الدرس مفعول به. الفعل الموجود يبقى الفعل مبني للمعلوم. طب انا عايز ابني للمجهول، اعمل ايه؟ نفس الخطوه اللي عملتها قبل كده، ان احنا اول حاجه هنعملها هنشيل الفاعل، هطلع المعلم بره. طيب وبعدين؟ قال لي خدي بقى الفعل اللي هو يشرح، وهجيب المفعول به برضه هيكون نائب عن الفاعل. ما تنساش الضمه قبل ما تسيبه. ارجع بقى للفعل، تعالوا كده نشوف مع بعض. يشرح الدرس. انا عملت ايه؟ انا ضميت الاول وفتحت ما قبل اخره. دي ثابته للفعل المضارع، مش بعد حروفه زي الماضي. الفعل المضارع قاعدته واحده، بنضم الاول ونفتح ما قبل اخره. طيب لو قلت كده يذاكر الطالب الدرس. يلا بينا، اتفقنا هنا عندي فاعل يبقى الفعل مبني للمعلوم. هشيل الاول الفاعل اللي هو كلمه الطالب، وبعدين هاخد الفعل يذاكر، وهاخد الدرس هيبقى نائب عن الفاعل. تعالى نعمل اللي اتفقنا عليه، هنعمل ايه؟ هنضم الاول ونفتح ما قبل الاخر، فهتبقى يذاكر الدرس. الدرس عندك هنا نائب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضم. تمام كده؟ يبقى احنا اتفقنا ان الفعل المضارع حالته واحده. بعمل ايه في الفعل المضارع؟ الف الفعل المضارع بمنتهى البساطه كده، بنضم الاول وفتح ما قبل اخر، وزي ما اتفقنا تاني ما بعدش حروف. طيب ايه المختلف في الفعل الامر؟ في الفعل قصدي المضارع. ايه المختلف في الفعل المضارع؟ المختلف في الفعل المضارع ان المختلف في الفعل المضارع لما يكون عندي مثلا فعل زي يصوم. طبعا الفعل عندي هنا اجوف وسط حرف علم. لما اقول كده يصوم المسلمون رمضان، لو بصينا كده على الفعل اللي قدامنا يصوم، قال لي الاول بس فعل هنا مبني للمعلوم. ليه؟ لان انا عندي فعل اللي هو المسلمون. تعال نشيل الفعل، تعال بقى نبني الفعل المجهول. لما اجي ابني الفعل يصوم المجهول هقول يوصى رمضان. طب انا عملت ايه؟ قال لي خد بالك انا ضميت الحرف الاول والواو اتقلبت لالف، فقلت يوصى. طيب ناخد جملة تانية عليها، لما اجي اقول مثلا كده يبيع التاجر الفاكهة، الفعل قدامي مبني للمعلوم. ليه؟ لان التاجر فاعل، هحذف التاجر وهجيب الفعل يبيع ابني للمجهول. حط كده ضمة على اوله، هنقول ايه؟ يو باع الفاكهة، هتبقى نائب عن الفاعل. بس خد بالك من حاجة، ينفع اقول يباع الفاكهة ولا تباع الفاكهة؟ تباع، يبقى انا هبدأ بالتاجر، يبقى تباع الفاكهة. تمام؟ يبقى دي الحالة المختلفة في الفعل المضارع. لو الفعل أجوف يعني في وسط حرف علة، أنا بقلب حرف العلة الألف، فيصوم بقى تصام ويبيع بقى يباع. تعالوا نطبق كده على الجدول عندنا. الفعل المضارع بص كده اول جمله عندي بيقول لي يشكر الانسان الله. بصينا كده مع بعض هنلاقي ان الفعل عندك يشكر فعل مضارع، عندي الانسان فاعل والله مفعول به. تمام؟ طيب ايه اللي هنعمله؟ الفاعل، الفعل والفاعل. اول حاجه قلنا هنحسب الانسان. تمام؟ طيب وبعدين قال الفعل يشكر، ده هعمل ايه؟ هضم الاول وافتح ما قبل الاخر، يبقى هيبقى يشكر الله، والله يبقى نائب الفاعل. الجمله اللي بعدها بيقول لنا يقول المؤمن الصدق. لو بصينا كده مع بعض هنلاقي ان الفعل يقول، بعد المؤمن الفعل هنزف. تمام؟ ادي الفعل وادي الفعل، هحذف الفعل اللي هو المؤمن. هقول يقول صدق، لا قال لي مش هقول يقول الصدق، ضم كده الحرف الاولاني هتلاقي نفسك كده بتنطقها، يقول قال الصدق.
نائب عن الفعل. تمام؟ طيب اللي بعد كده بيقول لي يحترم التلميذ المعلم. فين الفعل يحترم؟ مضارع. التلميذ الفاعل، هشيل التلميذ اللي هو الفعل خالص من الجمله، وبعدين هقول الفعل يحترم مبني لل مع المجهول، فهقول يحترم المعلم والمعلمه هتبقى نائب عن الفعل طبعا هضم الاول كده هضم الحرف الاولاني ويفتح ما قبل الاخر والمعلم هيبقى نائب عن الفعل. المثال الاخير بيقول لي يسيب المعلم المتفوقين. خد بالك ان المعلم فعل والمتفوقين مفعول به عشان كده كاتبينها بالياء والنون. طيب خلاص اخدت بالي من الجزئيه دي. بص كده معايا، هحذف الاول الفعل اللي هو المعلم، وبعدين تعالوا نضم كده اول حرف في يثيب هيبقى يثاب، يبقى هقلب الياء لالف. طب اقول بقى يثاب المتفوقين ولا المتفوقون بالواو والنون عشان بقت نائب عن الفاعل؟ لا اقول يثاب المتفوقون لانها بقت نائب عن الفاعل، وهنا طبعا مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. تمام؟ اخر حاجه عندنا نائب الفاعل، هاكد عليه بس عشان اقربه مهم جدا بالنسبه لي، ليه ثلاث صور. اول صوره يكون اسم ظاهر زي كده لما اقول شرح الدرس، هنا طبعا نائب فعل مرفوع علامه رفعه الضم. رقم اثنين تكون ضمير متصل زي لما اقول اعجبت، طبعا انا فعل مضارع هضم وافتح، اعجبت بالكتاب مثلا. تمام؟ فانت عندك هنا التاء دي ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل. رقم ثلاثة يكون ضمير مستتر زي لما اقول الكتاب قرئ، هضم الحرف الاول واكسر ما قبل الاخر عشان كده حطيت الهمزه على الياء قرئ مش على الالف لان انا كسر الابلة. طب كده النائب عن الفاعل، قال النائب عن الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو عائد